السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد تحت طلب مجموعة من التلاميذ من خلال التعليقات ديالكم. كنشكركم بأول على الحضور القوي في التعليقات، وبعض الأسئلة كانت يعني حول شرح، وهناك صعوبة بالنسبة للتلاميذ ما كيفهموش واحد القضية اللي هي في دراسة الجدوى، اللي هي تحديد مميزات الوظائف وأيضا جدول المقارنة اللي طريقة الملء ديالو تسمى الفرز المتقاطع. اذا غادي نحاولوا نشرحوا ان شاء الله هاد جوج نقاط هادو، اللي كان عنده شي استفسار ولا شي حاجه اخرى ما فهمهاش ايضا يخليها في التعليق وغادي نحاولوا نشرحوها. ومازال ايضا ان شاء الله غادي نشرحوا او نخدموا امتحانات محليه متنوعه باش الاستفاده تكون شامله، وبالتوفيق للجميع ونبدا على بركه الله. اذا بالنسبه لتحديد مميزات الوظائف، فهي يعني خطوه من خطوات دراسه الجدوى. كما كنعرفوا جميع دراسه الجدوى، عندنا اولا كان واحد المرحله اللي هي بيان الوظائف، ثم المرحله الثانيه صياغه الوظائف، ثم المرحله الثالثه اقرار الوظائف، والمرحله الرابعه اللي هي تحديد مميزات الوظائف الخدماتيه. اذا باش نحدد المميزات الخدماتيه ضروري كنستعملوا واحد الجدول. جدول يعني فهو الصيغه ديالو ثابته، يعني المكونات ديال الجدول ما كتغيرش. هاد الجدول شنو كنديروا فيه؟ هنا كتكون الوظيفه والرمز ديالها، الوظيفه يعني اف بي اف سي 1 اف سي 2 اف سي 3 مثلا، اف بي اف سي 1 اف سي هنايا مثلا كتكون عندك دائما المعيار التقديري. غادي نشرح لكم شنو هو المعيار التقديري. هنا كيكون المستوى، وهنا كتكون الليونة. مزيان، او مستوى الليونة. هاد ثلاثة الجدول هذا غير تسمع مميزات الوظائف، خاص يطيحو لك اول حاجة يطيح لك في بالك هاد المعيار التقديري، المستوى والليونة. هادو ما كيتغيروش، هادو ثوابت بدون نقاش. خاصك اول حاجة ديرها هي هاد الجدول، عاد شوفو ديك الساعة كيفاش الطريقة ديال الملء ديالو. يعني هادو خصهم يتحفظو تكون عارفهم، عاد ندوزو الطريقة ديال الملء الجدول ديالو كيفاش. اف بي، اذا هنا كتكون اف بي اف سي 1 اف سي 2 اف سي 3 اللي كاينه في الصياغه ديال الوظائف. باش نفهموا شنو هي، انا نعطيكم انا مثال بسيط كنعطيه للتلاميذ ديالي، ونتمنى حتى نتوما يعني تفهموا منه مثال بسيط. افترضوا عندنا وظيفه اساسيه اللي هي اف بي مثلا، حمايه المنزل من العوامل الخارجيه. من العوامل الخارجية، عندنا هذه وظيفة أساسية بغينا نوصلوا ليها. إذا كيفاش غادي نوصلوا لهذه الوظيفة هذه؟ بدا شنو هو المنتوج اللي كنهضروا عليه هنايا؟ المنتوج اللي كنهضروا عليه هنايا هو شنو اللي كيحمينا المنزل من العوامل الخارجية. العوامل الخارجية نقولوا البرد، الرياح، السرقة، الدخلاء، هادو كاملين كتسماو عوامل خارجية. إذا شكون اللي كيحمينا المنزل من العوامل الخارجية؟ جوج حوايج، يا إما النافذة يا إما الباب. الباب كيحمينا المنزل من العوامل الخارجيه. مزيان، اذا عندنا هذه الوظيفه، هذه وظيفه اساسيه خصنا نحولوها لهنايا. كيفاش غادي السؤال كيفاش غادي نوصلوا لها؟ يعني شنو هما المعايير باش غادي نحققوا هذه الوظيفه هذه؟ مزيان، اذا شحال واحد غادي يقول لي باش نحميو المنزل من العوامل الخارجيه؟ خاص يكون صلب، خاص يكون مصنوع من الخشب، خاص يكون يعني ماده الصنع، يعني مادة الصنع غادي تحقق لنا هاد الوظيفة هادي. مادة الصنع مثلا الفولاد مثلا كاع، ولا الحديد أو الحديد. مزيان، إذا هاد المعيار، هاد مادة الصنع الفولاد أو الحديد، واش غتحمي لنا المنزل من العوامل الخارجية؟ نفترضو مثلا عندنا الباب الحجم ديالو هو هذا المدخل، وجينا ودرنا باب من الفولاد يعني أقوى مادة، ودرنا فيها غير النص. جينا ودرنا ركبنا الباب غير نص هنايا، واش هاد الفولاد هذا غادي يحمينا، غادي يحقق لنا هاد الوظيفة؟ ما غاديش يحقق لنا الوظيفة، حتى شبنا هاد الفراغ هنايا. وبالتالي مادة الصنع يعني ما غاديش تحقق لي هاد الوظيفة اللي هي حماية المنزل من العوامل الخارجية. دونك شنو هو اللي غادي يحمي لي المنزل من العوامل الخارجية؟ وهو الحجم. يعني الحجم خصو يكون، خصني نصاوب واحد الباب اللي يكون قد هداك المدخل،
الحجم ديالو. فاش نقول الحجم، شنو هو الحجم؟ يعني هو الطول، هو العرض، هو الارتفاع، او هو السمك. باش تفهموا السمك، هذا هو المعيار. دابا كنهضروا غير على اف بي، دابا كنهضروا على اف بي اللي هي حمايه المنزل من العوامل الخارجيه. اذا باش نحققوا هذه الوظائف هذه، او باش نحققوا هذه الوظيفه اللي هي اف بي حمايه المنزل، خاص الباب يكون مقاد مع المدخل ديال داك المنزل. يعني خاص يكون الطول مناسب والعرض مناسب، وايضا يعني السمك ديال داك الباب يكون هو مناسب. يعني الا كان الحجم مناسب، غادي يكون ايضا يعني غادي حققنا هذه الوظيفه اللي هي حمايه المنزل من العوامل الخارجيه. اذا شنو درنا؟ حددنا المعيار التقديري. يعني فاش كنمشيو للنجار كنقولوا صوبنا الباب، كنقولوا الطول العرض والسمك. ولكن واش نقولوا له هذه الكلمات ونمشيو في حالتنا؟ لا. شنو خصنا نديروا؟ نعطيهم معايير، نعطيهم مقاييس. هذيك المقاييس هي المستوى، وديك القياسات هي المستوى. يعني الطول كنقول اسيدي انا بغيت 2 متر، العرض اسيدي بغيت انايا 1 متر، السمك اسيدي دير لي انايا 3 سنتيمتر. اذا شنو درنا هنايا؟ هاد الوظيفه خرجنا منها المعيار التقديري، وهذا المستوى منين جبدناه؟ جبدناه من المعيار التقديري. شنو هو المستوى؟ هو واحد القيمة أو واحد الشرط كنشرطوه على الصانع. أنا كنشرط مثلا، شرطت على النجار قلت له سيدي بغيت هذا 2 متر، هذا العرض بغيت متر. يعني هذا الشرط أو قيمة كنعطيوها المعيار التقديري. ثم أخيرا الليونة. شنو هي الليونة؟ الليونة هي واحد الهامش ديال التغيير، واحد الهامش أو الحق ديال التغيير كنعطيه للصانع. يعني إلا بغيت يزيد شي شوية ولا ينقص شي شوية ولا يخلي داكشي كما هو. انا سيدي مثلا بغيت الطول مثلا بغيت 2 متر، صافي غادي نقول له سيدي انا بغيت 2 متر اجباري. يعني بالسيف عليك خصك دير 2 متر، ما تزيد ما تنقص. العرض سيدي مثلا انا كنت شاك مثلا في الباب، ولا نقدر نقول له مثلا زائد مثلا 3 مليمتر. يعني الا زدت واحد 3 مليمتر ماشي مشكل، ولكن يعني نقول له زائد 3 مليمتر. يعني الا زدتها ماشي مشكل، ولكن ما عندكش الحق تنقص. ونقدر نقول له مثلا في السمك، نقول له مثلا زائد ناقص مثلا 2 او 1 مليمتر مثلا. هادو غير امثله كنعطيهم لكم باش تفهموا بهم. شنو هاد زائد ناقص؟ كنقول له زدت واحد 2 مليمتر على هادي ماشي مشكل، ولا نقصت ماشي مشكل. هنا شنو قلت له؟ الا زدت ماشي مشكل ما خصكش تنقص. هنا شنو قلت له؟ اجباري، ما تزيد ما تنقص. يعني هادو هذا فقط مثال باش كنخرجوا المعيار التقديري والمستوى والليونة. ناخذ مثال اخر بسرعة. نفترض عندنا وظيفة اكراهية اللي هي مثلا اف سي واحد، هي مثلا مراعاة ان يكون الثمن مناسبا، ان يكون الثمن مناسبا. هذه مثلا وظيفة إكراهية اف سي واحد. دونك شنو غندير في الوظيفة؟ غادي نجي نكتب هنا اف سي واحد، نكتب الرمز ديالها. المعيار التقديري كيفاش غادي نوصل باش نحقق هاد الوظيفة، باش غادي نصنع، باش نوصل لهاد الوظيفة الإكراهية؟ شنو هو المعيار؟ كاين طريقة سهلة اللي تقدر تجي مباشرة تكتب الثمن مباشرة. يعني شنو غادي تراها تكتب الثمن؟ هادي الطريقة السهلة. وكاين الطريقة الأخرى اللي كدير فيها داخل الأسرة. نمشيو مع الطريقة السهلة. إذا كتبت غير الثمن راه صحيح، كتبت داخل الأسرة راه صحيح في المعيار التقديري. في المستوى، المستوى شنو قلنا؟ المستوى خصو قيمة كنعطيوها لهاد الثمن هذا، قيمة كنعطيوها للمعيار التقديري. يعني كنشرطو على داك الصانع اللي غادي يصنع لنا. كيما قلت لكم في النجار غادي نمشيو نتفاهمو معاه على الباب. يعني كتفاهم معاه الثمن، كتقول له مثلا، تقدر تقول له مثلا سيدي تفاهم معاه، تقول له الثمن ديال هاد الباب 1000 درهم. شنو درنا هنا؟ عطينا معيار، عطينا مستوى لهذا المعيار. الليونة شنو؟ الليونة اختيارية، تقدر تقول له إجباري يعني 1000 درهم، تقدر تقول له مثلا، تقدر تقول له مثلا 1200 درهم كحد أقصى. يعني حتى أنا بغيت تزيد شي حاجة ولا وصلت ل 1200 درهم ماشي مشكل. تقدر تقول له بطريقة أخرى عاوتاني، تقول له زائد ناقص 100 درهم.
يعني الا زدت 100 درهم ماشي مشكل، الا نقص 100 درهم ماشي مشكل. اذا هذه الليونه فهي يعني اختياريه، وهذا الشيء كامل اختياري، يعني ماشي بالضروره هذا المستوى تعطيه. انا نقدر نقول 1000 درهم، واحد اخر يقول 1200، واحد اخر يقول 2000 درهم، كلها اجابات صحيحه. ولكن ما غاديش تجي هنا نقول مثلا درنا الثمن ونجيو هنا نقولوا 2 متر، ما يمكنش. هناك الثمن خصك دير حاجه المستوى، يعني هذا الثمن خصك تعطيه قيمه. اذا هذا الشيء اللي كاين، نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجد وهاد مميزات الوظائف. ومازال غادي نعاودوا ان شاء الله في امتحانات، راه كاين واحد الامتحان اللي فيه هاد الوظائف الخدماتيه، وفيه ايضا في هذا الجدول المقارنه، هو اللي غادي نصحوا ان شاء الله يعني مور هذا الفيديو هذا، هو اللي غادي يكون تصحيح الامتحان. ندوزو لترتيب الوظائف. ترتيب الوظائف هنا نهضر عليكم، ما عندك ما تحفظ هنا شويه ديال الذكاء فقط. اذا جدول المقارنه الشكل ديالو هو هذا، الوظائف اف بي اف سي 1 يعني على حسب عدد ديال الوظائف، حنا اختارنا غير 3. اف بي دائما هي الوظيفه الاساسيه. شنو كنديرو في هذا الجدول المقارنه؟ كل خانه ديال التقاطع تشكل خانه للمقارنه، كل خانه للتقاطع تشكل خانه للمقارنه. كيفاش؟ تبع معايا. يعني هنا شنو غادي نقارن؟ غادي نقارن اف بي مع اف سي 1. نبين مزيان. هنا شنو غادي نقارن؟ اف بي مع اف سي 2. هنا شنو غادي نقارن؟ اف بي مع اف سي 3. هنا شنو غادي نقارن؟ تقاطع اف سي 1 مع اف سي 2. هنا شنو غادي نقارنو؟ اف سي 1 مع اف سي 3. هنا عطيتو شنو غادي نقارنو في هاد الخانة هادي؟ اف سي 2 مع اف سي 3. هادو الوظائف. دونك هاد المقارنة كيفاش؟ هنا الله يرضى عليكم ايضا، يعني ما كاينش شي حاجة اللي كتقول لك خاصك ضروري دير هنا اف بي افضل ولا اف سي 1 افضل ولا اف سي 2 افضل. داكشي اختياري، كل مجموعة عمل الا وكيديروا داكشي اللي بان لهم مناسب. ولكن طلب منك الاستاذ قال لك اسيدي دير لي هنا شنو دير داك المعطى، انا خصك دير داك المعطى على حسب داكشي اللي طلب منك الاستاذ. هذيك الوظيفة اللي افضل هي اللي كدير هنايا، مثلا عندك اف بي وعندك اف سي 1. انا بان لي مثلا الوظيفة الاساسية افضل من اف سي 1، انا نكتب اف بي. ولكن واش احسن منها؟ نقدر نقول واش احسن منها بزاف، ولا احسن منها شويه، ولا احسن منها متوسط. عندي الاختيارات. اذا كان احسن منها بزاف، يعني احسن منها يعني تفضيل، نقول تفضيل مميز، كنديرو الرقم 3. اذا كان التفضيل متوسط كنديرو رقم 2. واذا كان تفضيل طفيف او خفيف كنديرو الرقم 1. واذا كان عندهم نفس الافضليه نفس الاهميه كنديرو رقم 0. اذا كان عندهم بحال بحال، شكون كيختار هادشي؟ اذا كنت غادي تعمرو الاول مره كدير اللي بغيت نتايا، بغيت دير 1 3، داكشي على حسب النظر ديالك. ولكن يطلب منك الاستاذ ها شنو دير، هذيك حاجه اخرى. اذا اف بي افضل من اف سي 1 بطبيعه الحال. شنو نقولوا اف سي 1؟ اف بي راه هي الوظيفه الاساسيه. اف سي 1 كتبقى واش هي الثمن، واش هي السلامه، واش هي، يعني كتقارن الوظيفه الاساسيه مع السلامه، الوظيفه الاساسيه مع مثلا مع الطاقه، الوظيفه الاساسيه مع الجماليه. يعني هادو ماشي غير ارقام، وانما كيمثلوا لنا الوظائف، هادو اختصارات ديال الوظائف. قدرنا نقول مثلا سيدي افضل تفضيل مميز، ولا نجيو مثلا اف بي اف سي 2. مثلا عندنا اف سي 2 هي السلامة، مثلا اف سي 2 هي السلامة، شنو غادي يكون افضل؟ طبعا السلامة افضل، السلامة هي اهم من كل شيء. نفس الشيء واش احسن منها بزاف ولا شوية ولا متوسط؟ نقدر نقول مثلا 2. نجيو مثلا الوظيفة الاساسية اف سي 3 مثلا اللي هي الثمن، شكون اللي افضل؟ اف بي طبعا الوظيفة الاساسية، يعني علاش بغينا نصنعو المنتوج؟ اما الوظائف باقي الوظائف فهي اكراهية. واش احسن منها بزاف ولا شوية ولا 3؟ نقدر نديرو طافي، نقدر دير 3، تقدر دير 2، يعني عندك كامل الحرية. طبعا غالبا اف بي هنايا اف بي هي اللي كتكون افضل، ما عدا السلامة. اف بي راه افضل من الطاقة، افضل من الثمن، افضل من كل شيء، لان هي اللي مهمة. ما عدا السلامة، ما جاتش الوظيفة نفضلوها على سلامة الانسان، لان يعني سلامة الانسان فوق كل اعتبار. نجيو هنا مثلا اف سي 1 و اف سي 2.
اف سي 3 تكون اف سي 2 مثلا تكون هي السلامه، دونك ندير اف سي 2 نفس الشيء. واش طفيف ولا متوسط ولا لا مميز؟ نديرو مثلا مميز. نجيو مثلا اف سي 1، اف سي 1 اف سي 3 تقدر تقول مثلا اف سي، نقولو مثلا اف سي 1. وعاد نجي مثلا واش تفضيل مميز واش تفضيل طفيف، انا فقط غير ناخذها شويا. ونجيو مثلا اف سي 2 اف سي 3، اف سي 2 قلنا هي السلامه، دونك نكتب اف سي 2 عاود افضل واش طفيف ولا مميز تاخذ نكتب الرقم. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا طريقه ملء الجدول. الطريقه عكسيه هذه، كيفاش كتقرا؟ كتقرا اف بي افضل من اف سي 1 تفضيل 3 مميز. هذه هي، يعني الا طلب منك الاستاذ ديالك قال لك اف بي افضل من اف سي 1 تفضيل مميز، اف بي هذيك الافضل هي اللي كتكتبها، كتكتب الوظيفه كامله وكتكتب معها هذاك الرقم واش 3 واش 2 1. مثلا هنا قال لك اف سي 2 افضل من اف بي تفضيل متوسط، اف سي 2 افضل. غير تشوف ديك اف سي 2 افضل مباشره تكتب اف سي 2، تكتب الوظيفه ما تخلطلكش هذه 2 مع 2، هذه راه ديال الوظيفه الرمز وهذه 2 ديال التفضيل. دونك تكتب اف سي 2 وغادي تشوف تدير حداها واحد الرقم واش 2 واش 3 واش 1. مزيان، هذا فيما يخص طريقه ملء جدول المقارنه. الطريقه ديالو تسمى الفرز المتقاطع. نجيو طريقه المجموع. شو كنجمعو هنا؟ كنجمعو طريقه الجمع، هي يعني جمع الاعداد التفضيليه لكل وظيفه، جمع يعني زائد الاعداد التفضيليه لكل وظيفه. هاد السطر ديالاش اف بي، هاد السطر ديال اف سي 1، هاد السطر ديال اف سي 2، اف سي 3. طريقه الجمع فهي عموديا وافقيا. كيفاش عموديا وافقيا؟ غادي نشوف اف بي عموديا هي هادي، ما عندنا والو، يعني عموديا هنا هادي فوق منها، هادي عموديا هادي افقيا، هاكا هادي عموديا هادي افقيا، هادي عموديا هادي افقيا، عموديا هنا هادي ما عندنا والو، افقيا شنو هنا كنحسبو اف بي. دونك كنجمعو الاعداد التفضيلية، عندنا 3 زائد 3 هي 6، هادي مغاديش نحسبوها. علاش؟ حيت هادي ماشي اف بي، هادي اف سي 2، دونك عطاتنا 6. اف سي 1 عموديا هادي ماعرفش نحسبوها، هادي غير سمية وصافي، هادي غير بحال هادي، تقدرو تلقاوها تقدرو متلقاوهاش، ماعرفش الأستاذ كيفاش كيخدم معاها. اف سي 1 عموديا يعني داخل الجدول، فاش كنقول داخل الجدول هو هذا الإطار اللي تحسب فيه، هو هذا الإطار، متشوف شي حاجة أخرى، يعني داخل الإطار عموديا هنايا اف بي معندناش، كنقلب على اف سي 1، هنا معندناش، هنا عندنا شحال؟ 2، نكتب 2. اف سي 2 عموديا شحال هنايا؟ عندي 2 زائد 3 5، افقيا زائد 3 8. اف سي 3 نقلب عموديا، هنا ما عنديش، هنا ما عنديش، هنا ما عنديش، افقيا ما كاين والو، يعني عموديا افقيا ما كاين والو، دونك صفر، نكتب صفر. هنا كنديرو المجموع الكلي، هنا في هاد الخانة هادي المجموع الكلي، كنحسب 6 زائد 2 8 زائد 8 16. هنايا هنا شنو كاين؟ هنا طبعا هاد غتكون النسبة اللي هو المجموع ديال النسبة اللي هو 100، 100%. دونك النسبة كيفاش غنديرو لها؟ النسبة عندي قاعدة خص نطبقها، مزيان النسبة سمو كتقولنا قاعدة، كتقولنا مجموع كل وظيفة مضروب في 100 على المجموع الكلي للوظائف. يعني مجموع كل وظيفة على 6
مضروبة في 100 المجموع الكلي هو هذا المجموع الكلي، يعني 6 مضروبة في 100 مقسومة على 16، 2 مضروبة في 100 مقسومة على 16، 8 مضروبة في 100 مقسومة على 16 ونكتب هنا، 0 مضروبة في 100 مقسومة على 16 ونكتب هنا. يعني هنا كندير معنا باش ما نربحوش الوقت هاد العملية هذه، باش نعرفكم تبعتو مزيان، نتمنى تطبقوها باش نعرفكم واش تفرجتوا الفيديو ولا لا، واش تبعتوا مزيان، واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. نتمنى تطبقوها هذه، والاجابه تكون في التعليق، كتبوا لي نتوما، كتبوا لاخر ونشوف غنحسب انا في الوسط ونشوف واش صحيح ولا ما صحيحش. كتبوها في التعليق الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ونشوف واش فهمتوا مزيان ولا لا. هادشي اللي نقدر نقوله في هذا الفيديو هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا، ولا عجبكم الفيديو ايضا علاش ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ربما حتى هما يكونوا محتاجين لهذا الفيديو او هذه المعلومه هذه. والى فيديو اخر باذن الله.